يعني بداية كده سريعا، ويمكن احنا سمعنا من علاء بيه في التقرير، بس عايز اسمع من حضراتكم اجراءات التسجيل والاستقبال النهارده، ما خصصته او ما تم تخصيصه من عدد من الموظفين عشان يساعدوا النواب في كل الاجراءات. هل الامور كانت ميسرة النهارده؟ اولا بشكر اهالي دائرتي على الثقه الغاليه ان هم خلوني في المكان دوت، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم. النهارده كان استقبال جيد جدا. مسافه ما دخلت باب مجلس النواب وجدت موظف مستنيني من الامانه العامه بيرافقني في كل مكان، لان انا مش عارف اي اجراءات، هو بيتوجه معايا في كل مكان. بخش مثلا من مكان رقم العضويه لاستخراج الاستمارات لاستخراج الكرنيهات لحد ما بيودعني من باب مجلس النواب. فانا بصراحه استقبال جميل جدا، واستقبال جيد ايضا من الامين العام. صباحا هو استقبلني في مكتبه اول ما دخلت، إن شاء الحمد لله رب العالمين. استقبال جيد الحمد لله. استاذ حسين، كانت نفس التجربه برضو طيبه؟ في البدايه طبعا انا بشكر اهالي دايرتي دشنه والوقف على وقوفهم جنبي ومساهمتهم في نجاحي. طبعا بالنسبه للاستقرار، حسيت بيه اول ما كسبت؟ حسيت انه ده عبء كبير عليا، او ده تكليف يعني من دايرتي، ان انا اكون عند حسن ظنهم وان انا اجتهد علشان اثبت لهم ان انا يعني ممثل ليهم، لان العضويه دي هي المقعد، ده مقعدهم هم وانا بنوب عنهم. فده كان يعني بيديني برضو إصرار من ناحيتي إن أنا أكون عند حسن ظن أهالي دائرتي، وإن أنا أحقق كل مطالبهم إن شاء الله، وإن أنا أعيش بينهم أكتر وأكتر لثقتهم الغالية فيا. تمام، حضرتك مش أول مرة نائب برلمان؟ لا، أنا كنت الدورة اللي فاتت نائب برضو. هل الإجراءات بقى لو قررنا المرة دي بالمرة اللي فاتت هي نفس الإجراءات ولا في؟ لا، اختلفت يعني. وأنا بتقدم بالشكر للسيد الأمين العام مجلس النواب، لانه بصراحه النهارده كان يعني من اول ما دخلت من بوابه المجلس، تمام، وجدت طبعا موظف من العلاقات العامه منتظرني وتوجه بي الى المكان استخراج او اتخاذ الاجراءات لاستخراج الكرنيه. ويعني وكان بصراحه فين الكرنيه؟ نظام يعني الكرنيه فين الكرنيه؟ موجود، شوفوا. خلينا نشوف الكرنيه نوريه الساده المشاهدين. انا ما شفتش كرنيه مجلس نائب مجلس الشعب قبل كده. لا، هو استاذ علاء الكرنيه اهو جنب حضرتك اهو قبل ما استاذ حسين يطلعها للكاميرا بقى اهو. خلينا نقرب شويه يا جماعه. ده الكرنيه طبعا. الكرنيه ده ناس كتير تعبت عشان تاخده، ويا رب يا رب يكون اللي خد الكرنيه ده على قد المسؤوليه في المرحله اللي جايه، عشان المرحله الجايه خطيره. صحيح. انا دعوه من برنامج حضرتك لكل اللي بيحمل هذا الكرنيه، بقول له هذا الكرنيه هي رخصة للمستقبل، يجب أن تكون على قد المسؤولية. مش تاخد الكرنيه زي زمان للوجاهة فقط لا غير، لا، للعمل. تفتكر هيبقى في وجاهة دلوقتي؟ يعني لا. تفتكر أنه نائب البرلمان زي ما كان يعني بيبقى في بعضهم كده كان بيبقى متفشخر زمان أنه نائب برلمان، أنه ده نفس الشكل اللي هيكون عليه دلوقتي؟ لا، هقول لحضرتك على حاجة. دايما في المنظومة القديمة كان دايما نائب البرلمان بيبقى بهذه الصورة أو هذه الكيفية، على فكرة مش كلهم يعني بعضهم. وده كان بيرجع ليه؟ لأن الشعب كان متعود على كده. إنما الشعب النهاردة بعد ثورتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، لا يمكن هيبقى في نائب بالشكل ده. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، الثورات قامت على الرؤساء، إنما المرة الجاية هتقوم على النواب في دايرتهم. يعني النائب اللي مش هيشتغل في دايرته هتبقى عليه ثورة. لا، هيروحوا له يقولوا له كفايه عليك كده. شهر اتنين تلاته ما اداش خدمه، ما بقاش موجود، مش متواجد. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا النهارده بعيدا طبعا عن الاستقبال، انا بشكر طبعا كل القائمين على المجلس، استقبال حافل ومحترم، وكفايه الابتسامه اللي على وجوههم كانهم بيقولوا احنا فرحانين بيكم عشان منتظرين الاستحقاق الثالث. اللي اهم من كده كمان، ما فعل وزير التعليم النهارده؟ وزير التعليم النهارده وجه دعوه لبعض النواب، وانا كنت منهم، خلصنا الساعه 4 رحنا له، قعدنا معاه من 4 ل 6 ونص بيشرح لنا برنامجه في الفتره اللي جايه ومشاكل الدوائر بتاعتنا. لدرجه ان الراجل لما اتكلمنا معاه، انا مش متخيل ان هو يقعد معانا كل هذا الكم، ساعتين ونص او حوالي 3 ساعات، قال انا مستعد اقعد معاكم الوقت اللي انتوا عايزينه عشان نتعاون مع بعض ان احنا نعدي من المرحله اللي احنا فيها. وانا قلت له يا ما تقدموش استجواب ضده. لا، بالعكس، انا قلت له يا سياده الوزير، انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تكون الوزاره بتشتغل بهذه الروح. سؤال مهم جدا الحقيقه، انا يعني منتظر حضرتك بس تخلص عشان اساله. واستحق المقاطعه عشان ما انساهوش. حضرتك قلت لي انه عرض عليكم برنامجه خلال الفتره اللي جايه اللي احنا كمواطنين ما سمعناهوش. طيب، لو تقدر حضرتك بس تفتكر ابرز ملامح برنامجه ايه عشان نبقى عارفها. هو بص، هو الحقيقه عنده ثلاث برامج محدده: تطوير
من المعلم هيدي لهم فرق تدريبيه وتطوير الطالب نفسه وتطوير الابنيه التعليميه. انا كان اهم حاجه اتكلم معاه فيها الحفاظ على الهويه، يعني احنا عندنا بعض المواد الخاصه بالحفاظ على الهويه، يعني مثلا الدين، اللغه العربيه، التاريخ والجغرافيا. قلت له يا سياده الوزير دي في رقبتك، دي امانه، لان احنا الفتره اللي فاتت كان الجيل الجديد ابتدى يبعد عن الهويه، لازم نرجعه. ثانيا لازم نحتك بالعالم الخارجي وننقل الخبرات في مجال اللغات والكمبيوتر وخلافه، بحيث ان احنا ننتقل نقله نوعيه. ثانيا الانشاءات، يعني احنا عندنا ممكن نعمل حاجه تفيد مصر على المستوى البعيد. قلت له يا سياده الوزير لازم يكون هناك خطه طويله المدى، ما تعتمدش على وجود الوزير، تعتمد على وجود اشخاص، مجلس خاص بتنفيذ هذه الخطه، سواء حضرتك موجود، اتغيرت، جه وزير غيرك خلافه، تبقى هذه الخطه مستمره. تمام. وده اللي هيضمن سير العمليه التعليميه في مصر، وننتقل من مصر اللي احنا بنعاني منها من 30 سنه الى مصر الحديثه.